بدورتها 31 انطلقت رحلة أحياء ذكرى الغوص برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وبحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري. انطلقت رحلة إحياء ذكرى الغوص 31 يوم الدشة أو دشة الغواصين، والتي تأتي تحت الرعاية السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والتي تنظمها لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي الكويتي، وبحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري. طبعا رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاية طبعا المعنى الكبير، يعني اليوم احنا سخرنا كل طاقة النادي الأمانة، يعني وذلك لكلمة حضرة صاحب السمو دائما يحرص على التراث، فاحنا سخرنا إمكانياتنا كلها لخدمة التراث البحري في دولة الكويت. هذه الرحلة رقم 31 تعني لنا الكثير، يعني 31 سنة من العطاء، ما افتكر اليوم يعني طالع ب 13 سفينة تحمل 228 شاب من جميع يعني المجتمع الكويتي. فعالية الأساسية هو يوم الدشة في رحلة إحياء ذكرى الغوص 31 اللي تحظى برعاية أبوية سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظ الله ورعاه. سوف تنطلق بعد قليل هذه السفن من نقعة النادي متجهة إلى بندر الغوص في الخيران. هذه الرحلة طبعا راح تستغرق تقريبا حول 8 ساعات، يعني نتوقع وصولهم إن شاء الله بإذن الله تعالى مع صلاة المغرب بالخيران. السفن المشاركة اللي هي 13 سفينة، وعلى متن هذه السفن 228 مشارك من أبنائنا الشباب والنواخذة والمجادمة. أكثر من 200 شابا يشاركون في هذه الرحلة موزعين بين نواخذة ومجدمية وبحارة، تحملهم 13 سفينة غوص لتبدأ رحلة المغادرة إلى هيرات الغوص بمنطقة الخيران. يوم دشتهم للبحر إن شاء الله راح يطبقون كل اللي تعلموه من خلال الدورة والمعسكر التدريبي اللي قمنا فيه في النادي البحري الرياضي الكويتي. إن شاء الله يمثلون آبائهم، يمثلون تراث وآبائهم وأجدادهم أحسن تمثيل بالنسبة للعامة، يعني ويورون الناس شنو تعلموا شنو استفادوا من النواخذة الشباب الصغار في هذا العام. الحمد لله كل الأمور طيبة إلا شغلة واحدة إن شاء الله بإذن الله رب العالمين إن شاء الله بفكنا أو بيساعدنا فيها إن شاء الله، اللي هي الأجواء القاسية والحرارة القاسية. تجسد هذه الرحلة ما كان يعانيه قدامى البحارة من مصاعب، وتبين أيضا للشباب العادات والتقاليد والقيم الرفيعة التي تمسك بها أسلافهم وترسيخ التراث الكويتي في أذهان جيل الشباب. تأتي هذه الرحلة تحت الرعاية السامية من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، من رحلة إحياء ذكرى الغوص بدورتها 31. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.